سأذكر بعضا من قواعد القرآن الكريم، القواعد الستة للحياة الطيبة في القرآن الكريم، أو مبادئ الحياة الطيبة من خلال آيات القرآن الكريم. الآية الأولى يقول الله سبحانه وتعالى فيها: لقد خلقنا الإنسان في كبد. دي القاعدة الأولى، لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذه الآية في سورة البلد: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. الشاهد وفي قول الله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. معنى هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا فيها أننا خلقنا في هذه الحياة للكبد، يعني للكدح والتعب والمشقة. يعني الله سبحانه وتعالى يخبرك بأنك لم تخلق في هذه الحياة للراحة وللدعة والسكون، وإنما خلقك الله سبحانه وتعالى فيها ليبتلينا، أو خلقنا الله ليبتلينا، كما قال الله سبحانه وتعالى في بداية سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عمل وهو العزيز الغفور. حتى في بداية خلق الإنسان وهو مازال نطفة يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الإنسان في بداية السورة: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج لماذا؟ نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أيضا في بداية سورة العنكبوت يقول الله سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذا معنى هذه الآيات التي يعني أجملناها في قول الله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أنك حينما ينزل بك أي نوع من أنواع الابتلاءات في الدنيا فأنت بطبيعة الحال مستعد له نفسيا، لأنك تعرف أن هذه الحياة هي في الأول وفي الآخر حياة إيه؟ حياة للابتلاء والاختبار، وكل واحد بيرى مكانه عند الله سبحانه وتعالى حينما يرضى بما قضاه الله سبحانه وتعالى عليه. وهذا واضح أيضا في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الانشقاق: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، يعني ستظل تكدح وتتعب في حياتك حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، شوف التوكيد القرآني في كلمة كدحا الثانية: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. كدحا هذه الكلمة هذه بتسمى عند علماء النحو بالمفعول المطلق، هذا لتوكيد الكلام، رغم أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى توكيد كلامه، ولكن حتى يتعمق هذا المعنى في أذهاننا وفي نفوسنا أن الكدح سيظل مصاحب الإنسان حتى إيه؟ حتى آخر الحياة. طب حتى آخر الحياة من أين أتينا بهذا المعنى؟ أتينا به من قول الله سبحانه وتعالى: فملاقيه، لأن الفاء في كلمة ملاقيه بتسمى بفاء الترتيب والتعقيب، أو ده حرف من حروف العطف يفيد الترتيب والتعقيب. معنى يعني اختصار الكلام أنك ستظل تكدح وتتعب حتى تلقى الله، يعني إلى آخر الحياة، عشان الإنسان لا يتصور إن هو لما يوصل لستين سنة ولا سبعين سنة ولا ثمانين سنة ولما مثلا أولاده يكبروا أو مثلا ياخد الجنسية أو يوصل لسن 67 وبعد كده ياخد الراتب مش عارف بتاع المعاش والكلام ده كله إنه سيستريح في الحياة، لا، هي الحياة هي طبعته هكذا، الله سبحانه وتعالى خلقنا فيها لإيه؟ لهذه الأمور. طيب القاعدة الثانية بتترتب على القاعدة الأولى، القاعدة الثانية تقول: والآخرة خير وإيه؟ وأبقى. طالما أن الحياة هي حياة كدح وتعب، وأن الله سبحانه وتعالى خلقنا فيها لفترة زمنية معينة، بس أنت هتعيش في الحياة كم سنة؟ 60 سنة، 70، 80، 100 عام، 120 سنة، بس في الأخير ستنتقل منها إلى الإيه؟ إلى الآخرة. ولذلك كانت نصيحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قل في الدنيا كأنك غريب أو عابر إيه؟ أو عابر سبيل. يعني لا تؤمل كثيرا في الحياة، لأنك أنت ما بين غمضة عين وانتباهتها من الممكن أن تنتقل إلى الحياة إلى آخرة. الآن سبحان الله مع يعني سواء الآن أو ما قبل أو ما بعد، بس ربما هذه الأيام بينتشر هذه الأيام أكثر موت الفجع، يعني أنت إن ما ممكن اليوم سبحان الله تسمع أن أحد أصحابك قد توفي أو أحد أصدقائك قد توفي وتقول ده إنسان كان صحيح، ده مازال كذا مازال كذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أكون في الدنيا كأنك غريب أو عابر إيه سبيل. ولذلك من نصيحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان ينظر دائما إلى الحياة الحقيقية اللي هي الحياة الآخرة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت الآخرة همه
جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله واتته الدنيا وهي ايه؟ وهي راغمة. يعني دايما خلي عينك على الآخرة، تطلع إلى ما عند الله سبحانه وتعالى. أي نعم عيش حياتك الدنيا بس يكون في توازن في حياتك، يعني لا تجعل الدنيا تؤثر على آخرتك ولا تجعل الآخرة تؤثر على الدنيا. هذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى في سورة القصص: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، وفي نفس الوقت لا تنسى نصيبك من الايه؟ من الدنيا. وحتى من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معاد. في توازن في حياة المسلم بين إصلاح الدنيا وإصلاح الايه؟ الآخرة. ومن أدعيات القرآن الكريم التي يحفظها معظمنا في سورة البقرة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا بيعطينا ايه؟ بيعطينا توازن، أن الآخرة لا تطغى على الدنيا وأن الدنيا لا تطغى على الايه؟ على الآخرة. يبقى إذن القاعدة الأولى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. القاعدة الثانية في القرآن الكريم اللي هي: والآخرة خير وايه؟ وأبقى. إنك أنت دايما بتعيش حياتك الدنيا، أي نعم، ولكن دايما عينك على الآخرة، لأن الآخرة هي حياتك الحقيقية. الله سبحانه وتعالى يقول في أواخر سورة العنكبوت: وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لهي الحيوان معناه الحياة الحقيقية. إنما الحياة الدنيا إحنا خلقنا فيها فقط فترة زمنية معينة ثم ننتقل منها، وده واضح، يعني هذه حقيقة لا ينكرها أحد. يعني كل يوم بنرى الأموات، وكل واحد فينا دايما لابد أن يكون على استعداد لهذا الأمر. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. المهم ألا تلهيك الحياة كما قلت عن الآخرة. الله عز وجل يقول في أواخر سورة المنافقون: يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الايه؟ الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. القاعدة الثالثة: يقول الله سبحانه وتعالى: فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. أيضا قاعدة مهمة حتى يشعر الإنسان براحة نفسية وحتى يحيى المسلم حياة طيبة. فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، هذه آية في سورة الايه؟ في سورة الأعراف. خذ ما آتاك الله سبحانه وتعالى واحمد الله عز وجل على ما آتاك. يعني لأن بعض الناس سبحان الله لا ينظر إلى النعم التي في يده، ينسى النعم التي في يده ويتطلع دائما إلى ما عند الآخرين، أو يريد دائما المزيد وينسى نعم الله سبحانه وتعالى عليه. الله سبحانه وتعالى يقول لك: وأما بنعمة ربك فحدث. دائما الله سبحانه وتعالى ينصحنا بعدم النظر إلى ما عند الناس. سيبك من اللي عند الناس، لا تنظر إليه في أمور الدنيا. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. قد تنظر إلى عمله، قد تنظر إلى ماله، لكن أنت لا تدري ما هي صحته. ربما يكون من الخارج صاحب أموال وصاحب عقارات وصاحب بنايات وصاحب مشاريع وصاحب كذا، لكنه يعني يفتقد أن هو يشعر بهذه الأشياء في صحته. يعني إذا كان الإنسان صحيح معافى أولى من أن يكون عنده أموال كثيرة وصحته مدمرة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الصحة لمن اتقى خير من الايه؟ من الغنى. فدائما الإنسان ينظر إلى النعم التي عنده ولا ينساها، لأن الله عز وجل قال: لئن شكرتم لا أزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذا يسمى بالرضا، أن يرضى المسلم بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. احفظ هذا الحديث لأنه حديث مهم حيساعدك في حياتك كثيرا. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، لأن الغنى الحقيقي ليس في كثرة، وده أمر طبيعي. يمكن الكثير منكم جرب هذه الأمور، يعني كان الكثير منا حينما أتى إلى هذه البلاد مثلا
يبحث عن الكثرة المال ويظن أنه حينما يحصل عليه سيحصل على حياة سعيدة وحياة طيبة، ثم بعد ذلك وجد أن فعلا مع كثرة الأموال التي عنده والسيارة الفارهة التي يركبها والبيت الجميل الذي بناه وإلى آخر هذا الأمور، ومع ذلك برضو ما زال يبحث عن الإيه؟ عن السعادة. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس. هي الإشكالية فقط أنك أنت تريد أنك أنت تتكاثر، يعني اللي هو التكاثر في أنك أنت تكاثر الآخرين وتفاخر الآخرين بما عندك من أموال، بما عندك من عقارات، بما عندك من مشاريع، بما عندك من أولاد، بما عندك من كذا. التكاثر ده يظل يلهي الإنسان، فجأة يجد نفسه على أبواب الآخرة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة سميت سورة التكاثر: ألهاكم الإيه؟ التكاثر. تكاثر، تكاثر في المال، تكاثر في الأموال، في الأولاد، تكاثر في كذا، تكاثر في السيارة، تكاثر في كذا، حتى زرتم المقابر. فجأة تلاقي نفسك إيه؟ في آخر حياتك على أبواب الآخرة، وفي الآخر تجد نفسك لم تستمتع لا بدنياك بهذه الأشياء التي جمعتها، وفي نفس الوقت لم تستعد للإيه؟ للآخرة. فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. القاعدة الرابعة يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير إيه؟ بغير حساب. دي قاعدة مهمة. القاعدة الأولى كما قلنا قد خلقنا الإنسان في كبد، القاعدة الثانية والآخرة خير وأبقى، القاعدة الثالثة فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، الرابعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب دي قاعدة مهمة أيضا. لماذا؟ لأنك وأنت تسير في الحياة، نحن قلنا في القاعدة الأولى هي أصلا حياة فيها كد وفيها تعب وفيها ابتلاءات، فأنت تسير في الحياة ربما يبتليك الله سبحانه وتعالى بأي أمر، والابتلاء أمر طبيعي في الحياة. ده حتى يا أخي الأنبياء والرسل ابتلاهم الله سبحانه وتعالى، ابتلى الله سبحانه وتعالى الأنبياء والصالحين. وكلنا يحفظ قول الله سبحانه وتعالى عن الأنبياء في سورة إبراهيم: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وزنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وسيدنا يوسف عليه السلام يقول رب السجن وأحب إلي مما يدعونني إليه. إذا تعددت الابتلاءات وتنوعت على الرسل والأنبياء والصالحين، وهذا واضح في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ولا يزال البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. يمكن يكون الابتلاء الذي ابتلاك الله سبحانه وتعالى به خير لك وأنت لا تعلم، لأنك أنت مهما كان نظرك قاصر وعلمك محدود، إنما الله سبحانه وتعالى اللي هو أرحم بك من أمك التي ولدتك ربما يبتليك ويكون هذا الابتلاء خير لك. وهذا سنوضحه في القاعدة التي ستلي هذه القاعدة، هي القاعدة الخامسة التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يمكن أنت بتكره هذا الشيء بس هو فيه خير كثير لك. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، في سورة النساء. في الآية الأخرى يقول الله سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو إيه؟ وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، سورة البقرة. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ربنا يعلم، أنت لا تعلم، أنت بس عارف الأشياء المحيطة بك، لكن الأشياء التي تغيب عنك، الأشياء اللي هتكون في المستقبل أنت لا تعلمها. ولذلك أنت عشان تخرج من علمك المحدود وعلمك القاصر، وإنك أنت أصلا فقط تعرف ما تحت رجلك، حتى ما تحت رجلك ربما لا تعرفه، فالله سبحانه وتعالى شرع لنا صلاة الايه؟ صلاة الاستخارة. وانت بماذا تدعو الله سبحانه وتعالى في الاستخارة؟ بتقول له: يا رب انت تعلم وانا لا اعلم، اللهم اني استخيرك بعلمي واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم، فانت تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم. خلاص بتنفي علمك، انت يا رب عارف انا ما اعرفش، وانت تعلم انا لا اعلم، وانت تعلم ولا اعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا خير لي في ديني، في الدين الأول ومعاش يعني في حياة وعاقبة أمري يعني في المستقبل، أنك أنت ممكن في أمر من الأمور أنت شايفه أحسن لك الآن، بس ممكن يكون عليه في مصيبة ستحدث لك في المستقبل بسبب هذا الأمر.
فعشان كده بتتوجه إلى الله سبحانه، بتتبرأ من حولك وقوتك إلى حول الله وإلى قوة الله، فبتقول له يا رب إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجلي، يعني في المستقبل، يعني في العاجل في الآجل أو العاقبة يعني في المستقبل، فاقدره لي ويسره لي يا رب العالمين. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أن الله قد أحاط بكل شيء علما، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم موقعك الآن وما ستكون فيه في المستقبل، ويعلم الخير لك ولأولادك ولأحفادك وهكذا، فيختار لك ما هو الأنسب لحياتك، إنما أنت علمك محدود. ولذلك دائما في القرآن الكريم تجد أن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله عليم خبير، عليم خبير، دائما الله سبحانه وتعالى يجمع بين هذين الاسمين في القرآن الكريم، أو كثيرا ما يجمع بينهما من أسماء الله التي يختم بها الآيات أو تكون في زيل الآيات عليم خبير. عارف أنت لما بتكون عندك مشكلة، مثلا مشكلة قانونية، فحد ينصحك ويقول لك روح لفلان ده خبير في هذه المسألة، عندك مشكلة مثلا في الهندسة في بناء البيت ولا شيء، يقول لك اذهب إلى فلان، فلان ده عنده خبرة في هذا الأمر، خبير في هذا الميدان. فالله سبحانه وتعالى هو العليم الايه؟ العليم الخبير. طب الله سبحانه وتعالى العليم الخبير هذا لما بيبتليك، هل بيبتليك عشان بيكرهك؟ ولا ممكن بيبتليك عشان بيحبك؟ لا، تأكد أن الله سبحانه وتعالى بيبتليك أحيانا عشان بيحبك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أرحم بعباده من الوالدة بإيه؟ بولدها. يمكن ربنا سبحانه وتعالى يا أخي عايز يرفع لك الدرجات عنده زي ما رفع درجات الأنبياء والصالحين، صح ولا لا؟ أو عاوز يكفر عنك سيئات عشان قبل ما تروح الآخرة تبقى أنت إيه مبرأ من الذنوب ومن الأخطاء. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فمن رضي فله الرضا، لما بترضى بقضاء الله الله سبحانه وتعالى يرضى عنك، ومن سخط فعليه الإيه؟ فعليه السخط. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاقها إلا كفر الله بها من خطاياه، رواه الإمام البخاري في الصحيح. يعني حتى ولو شيء يسير، حتى الهموم والأحزان، حتى الابتلاءات الفكرية والأحزان وانت مثلا جالس هكذا ولا نايم على السرير ومهموم بشيء معين، الله سبحانه وتعالى يكفر لك به الايه؟ الذنوب والسيئات. فرضا واحد يقول له والله انا ماليش ذنوب وسيئات، فرضا ما عندكش يا عم ذنوب، رغم ان اي واحد فينا مش مبرأ من الذنوب ولا، لان احنا مش معصومين، صح ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى خلقنا بشر، طالما نحن بشر فنخطئ ونصيب، نحن لسنا بملائكه مقربين ولا بانبياء معصومين. فرضا لك، فرضا ليس لك سيئات، فرضا ليس عندك اخطاء، انت ماشي على الصراط المستقيم، اذا ابتلاك الله سبحانه وتعالى ايضا يبقى ده اسمه لرفع الايه؟ لرفع الدرجات عنده، زي ما الله سبحانه وتعالى بيرفع الايه؟ درجات الانبياء والايه؟ والصالحين. زي ما قال صلى الله عليه وسلم اشد الناس ابتلاء للانبياء ثم الامثل فالامثل. ان كان لك ذنوب وسيئات يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيكفره عنك في الدنيا قبل ان تلقاه في الايه؟ في الاخره. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، ده حديث برضه لازم تعرفه، اذا اراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبه في الدنيا. ده انسان الله سبحانه وتعالى يريد به خيرا. حديث رواه الإمام الترمذي، إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، طب إذا أراد بعبده شرا أمسك عنه بذنبه حتى يوفى به يوم القيامة. ده خلاص بقى، ده ربنا سبحانه وتعالى يريد به شرا لا يبتليه ولا يكفر عنه ذنوبه وسيئاته عشان يخليها له كده مجموعة في الآخرة ويرمى في جهنم، وبئس الإيه؟ وبئس المصير. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم إيه؟ وهم كافرون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيت الله سبحانه وتعالى ينعم على عبد وهو مقيم على معاصيه فاعلموا أنه إيه؟ مستدرج. يعني الله سبحانه وتعالى يستدرجه، سنستدرجه من حيث لا يعلمون هم اليوم من أكيد متين. ده الإنسان اللي هو مقيم على المعاصي ومع ذلك لا يبتليه الله سبحانه وتعالى ولا يكفر عنه ذنوبه وسيئاته. بإذن عرفت الآن الحكمة من الابتلاءات، عشان واحد يقول لك طب أنا ليه؟ أنا ليه؟ دائما ارضى بما اعطاك الله، وتذكر دائما قول الله سبحانه وتعالى: فعسى ان تقرأوا شيئا واجعل الله فيه خيرا كثيرا. دي القاعده الخامسه. القاعده السادسه هي في قول الله سبحانه وتعالى في سوره الحديد، وهي ايضا قاعده مهمه: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. يعني ايه هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ان الانسان دايما بينشغل باحداث ماضيه لكي لا تاسوا على ما فاتكم،
ودايما بينشغل على امور في المستقبل، مش عارف ظروفه في المستقبل هيعمل ايه، هيستقر هنا ولا هيستقر في بلده، طب يستقر هنا ولا هيروح مثلا دوله اوروبيه اخرى، طب اولاده، طب احفاده، طب كذا طب كذا. فربنا بيقول لك ما تشغلش نفسك، اللي في الماضي خلاص ده مر وانتهى، لا تأسى عليه، لا تبكي على اللبن المسكوب. يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي قول خير. استعن بالله ولا تعجز، ان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء ايه وما شاء فعل. خلاص ده اللي حصل حصل، يعني ما قدر الله وما شاء فعل، فان لو تفتى عمل الشيطان. ده بالنسبه للماضي. طب المستقبل برضه ما تقلقش عليه، انت كمسلم بتفوض امورك فيه لله سبحانه وتعالى. ولذلك نصحنا النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يدعو المسلم دائما بهذا الدعاء: اللهم اني اسلمت نفسي اليك. يعني كانك بتقول له: يا رب انا سلمت لك نفسي، فانا يا رب في حمايتك، اللهم اني اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك. عارف لما بتقول هذا الدعاء وانت عارف معانيه بترتاح. اللهم اني اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك. يعني ايه الجات ظهري؟ يعني انا في حمايتك يا رب. عارفين عندنا مثلا في مصر يقول لك: اللي عنده ظهر ما بينضربش على ايه؟ على بطنه، يعني عنده حمايه، عنده من يحميه يعني. فانت عندك من يحميك اللي هو الله سبحانه وتعالى، فانت تقول: الجات ظهري اليك رغبه ورهبه اليك، لا ملجا ولا منجا منك الا ايه؟ الا اليك، امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. فهذه احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضا من قواعد القران الكريم التي لو تذكرناها في حياتنا فان المسلم يشعر براحه نفسيه ويحيى الحياه الطيبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن ييسر لنا أمورنا وأن يبارك لنا في أرزاقنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.